الإثارة. ذلك نجيما فما تشكيات المواطنين يقول لك علاش الحكومة، هل أنه ساعة الحكومة التونسية دخلت بحزم كاف لضبط أسعار المواد الغذائية وإلا لا؟ علاش ديما الحكومة تمتنع حول فتح النقاش حول الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار؟ خرجت أسعار المواد الغذائية في تونس، هذه هي الأسعار وإلا باش تختلف ولا باش نشهدوا ارتفاع فيها؟ وإلى أي مدى تنجم هل في هيئة الهشة هذه في تونس تصبر على الضائقة المعيشية اللي قاعدين نعيشوا فيها على أمل أنه تنتهي في كل مرة، رغم أنه البوادر والمؤشرات مالوغوزمون تعتبر في الإطار هذية تعتبر سلبية نوعا ما؟ احنا قاعدين ديما نحكيو مع منظمة الدفاع عن المستهلك أون طونك وجه الدفاع ولسان الدفاع على كل مواطن وقت اللي تقوم بالحملات التحسيسية نتاعها، وقتها طرق الترشيد كيفاش التونسي ينجم يرشد في الاستهلاك نتاعو، تو بعد ذوما يكونوا المفرغات نتاع الموضوع نتاعنا لليوم وبعض النصائح من منظمة الدفاع عن المستهلك. الشهر هذا شهر كونسوماسيون بامتياز وشهر استهلاكي بامتياز، هذاك علاش ديما قاعدين نحكيو عليه. حكينا حتى قبل على التحذيرات وموصلين نحكيو على المنتوجات اسكو فما والا لا. نعاود نرحب بحسين القداح مساعد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك والمكلف بالاعلام فرع القيروان، مرحبا بك من جديد. شكرا شكرا اختي مريم. فوالا قلنا خلينا نمشيو بهم للمواطنين والاراء نتاعهم، واللي قلنا التونسي مل وكل من ارتفاع الاسعار. نسمع تو سويت ميكرو زميلنا وسام القرقنيه. والله الاسعار غالي، والله سخويه غالي برشا. البطاطا من الاخرى ب 1800 ب 2000 واش عليه يخزن فيها بسوم، وفما كمان تجي تهبط العشيه الغدا كل الجماع تهبط لهم. اللحم خويا وبيع وشريه مره واحد 42 اخر 40، انا ريت في مورش تروا واحد يبيع في 36، انا قاعدين نتاعهم نقوموا كيما قال. بالنسبة للوضعية الاستهلاكية للمواطن التونسي، غلاء ما شاء الله يعني فوق المعتاد، هذا من ناحية الأولى. ناحية ثانية، نحن مش إشكاليتنا البنان ولا الفواكه الجافة، بالنسبة للمواد الأساسية يلزم الترخيص في المواد الأساسية، هذا من ناحية. الطماطم مازالت غالية، اللحم غالي، السمك، كل المواد الاستهلاكية اللي يستهلكها المواطن التونسي راهو غالي. يعني الفواكه شنو باش نعمل بها أنا البنان إذا باش تقولي ب 5000 ولا باش تقولي يعني بوركدين ولا كذا؟ حاجتي انا خويا بطاطا خويا 800 خويا 700 فرنك، طماطم خويا نحب ابغيها ب 500 فرنك خويا، ونحب 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 ونحب. تقول يا مان بنان وتجيبوا لي من مصر وكذا، عليه ترى فيها قرد، حتى القرد راهو ما تصوروش ياكلوا البنان، وجايب لي انت مواد يعني مواد فلاحيه يعني بطاطا ولا طماطم ولا كذا يعني من مصر، عليه ما عندناش نحن بطاطا تونسيه، ما عندناش طماطم، ما عندناش بصل يا خويا. صدقني تشوينا تكوينا رمضان السنه ما عرفوش كيفاش نعديوه، والله ياسر معيشة غالية برشا، الزواري معاش يا معاش حتى يقضي معاش طيب طنجرة، شنو هي العيشة ذي بالرسمي؟ والله ما عنديش لحم نشريه الجملة، عمري ما شريت لحم في داري وروحت بيه صدقني، والله ما عندي سنين ما نعرفوش اللحم، حتى الدجاج نشري طرف الدجاجة كي يقول لي 5400، ما عادش طنجرة تتكلف 35 دينار، مربي واحد يفطر، أنا واحدة من الناس نفطر ما نتعشاش، نطيب مرة بركة، وجبة بركة في النهار. لا فما زيت لا فما سكر لا فما حتى شيء، حتى الزيت ما عادش خرطين عليه. فوالا هذه راي المواطنين، ومن حق كل مواطن وحتى حد اللي في الاستماع على حقيقه سي حسين ما ينجم يلوم المواطن على اللوعه اللي قاعد يحكي بها، على اعتبار ان قلنا احنا منذ انطلاق الحصه قلنا التونسي تمسه في القفه نتاعو راهو يدوان. هذيك موضوع نتاعو معناها كي يقولوا الطماطم والفلفل والبطاطا معناها تلخص لي فيها صحيح كلامه، لان توا المواد المدعمه اللي هي ثم مواد مدعمه خارج البر خارج الخارج خارج الاقطار نتاعنا القطر الليبي الشقيق والو حتى الجزائر. يا اخي علاش الدعم هذاك بيدو انت موجه ربما لمواد غذائيه اللي هي قاعده تخرج البر؟ انت عندك مشكله في البطاطا في الفلفل في الطماطم في معناها في اللحوم، لحوم الدواجن او اللحوم الحمراء، يا خويا الدعم هذاك حطه غادي. انت صندوق الدعم هذا او صندوق الوطني للدعم مش هو موجود الا للزيت النباتي المدعم اللي هو ب 900 مليم، واللي هي معناها تجربه فاشله وغلط. اني نسمع له في الرئيس المدير العام تاع الديون الوطني للزيوت، هو باش يجي زيت نباتي المدعم باش يولي في الزيت هذا المدى المدعم، عمره يدخل الحانوت يمشي من البلاصه تلقاه ب 4500. علاش انت الزيت المدعم هذا النباتي تحطه معنا في علب وتحط معنا ويولي حتى بثلاثه ارفع عليه الدعم مسيرش دينا له 500، المواطن يلقاه على الاقل ويلقاه معناها يلقاه قدامه. خير يمشي يجبر باش ياخذ زيت
نباتي غير مدعم بسبعة دينارات، شيء واضح بالقدام. ثم كيف كيف المواطن يقول لك اني زاد معناها اخويا جايب لي بالبنان وجايب لي معناها تعمل لي معناها توريد نتاع البصل الجاف والبطاطا والكل، يا خويا يا خويا وقتاش واش نعمل استراتيجيه نتاع معناها فلاحيه، وقتاش نحن ولي عندنا اكتفاء ذاتي، وراه وصلنا وقت من الاوقات مش في العشريه ذي، العشريه نعتبرها عشريه سوداء قبل وصلنا الاكتفاء الذاتي يا رو، في برشا حاجات مازلنا شويه خاصه في الموضوع من القمح والشعير، ولكن وصلنا موضوع الحليب عن الاكتفاء الذاتي، موضوع السكر عن الاكتفاء الذاتي، خاطر ثم وصلنا نطيشوا فيه في الكيس حسين، وصلنا معناها العلم هذاك هذاك حاجه هذيك معناها بالطبع عملوها الشيء هذاك لانه مش خاطر مرقاوش احتجاجا احتجاج انه معناها الحليب معناها قاعدين خاسرين فيه. يا اخي اعمل لي استراتيجيه فلاحيه على الاقل، انت عندك توا ولايات تبارك الله توا ولايه قروين ولايه فلاحيه بالاساس، سيدي بوزيد فلاحيه بالاساس، سليانة القصرين تذوم اربع خمسه ولايات يوكلوا لك الجمهوريه كامله، ينجموا معناها الجمهوريه الكامله يعطيوها كل المنتوجات الفلاحيه، ونهي الاستراتيجيه ونهي الاستراتيجيه. هو بالعكس هنا حتى معناها احنا ان شاء الله باش يكون عندنا حصه الحقيقه في وضعيه الفلاحين كيكسوا في ولايه القيروان ولا مختلف الولايات الاخرى، اللي ديما نلقاو تشكيات من الفلاحين يقول لك حتى السلطه المعنيه في القوانين اللي قاعده تسن فيها قاعده تضرب في الفلاح. راهو باش يجي اسيغتان مومون ما نلقاوش الفلاحين، الفلاحين ما عادش باش ينتجوا، وقت اللي قلنا احنا عندنا كان عندنا الاكتفاء الذاتي مالوغوزمون، وقت اللي يقول لك فما احتكار بالنسبه للفلاح، وقت اللي هو يكون موفر دي فريغو باش يتم تخزين السلع اللي هي موسميه، وقتاش تقول لي محتكر، وقت اللي انا نستعمل سلع ماهيش موجوده في الموسم نتاعها، دونك السلع نتاعي هذه تعتبر موسميه، انا باش نزود لك السوق نتاعك، ما انا كيفاش تحبني انا نجيري الامور ونجيري المخزون والمنتوج اللي عندي وقت اللي نطيش ونخليه لين يخمر والا لين يخمج ولا تفسد السلعه نتاعي الكل. هنا فما يقول لك الفلاح مستهدف لهنا يا سي حسين. بالطبع الفلاح مستهدف، هو حتى ولا مستهدف فيش حتى موضوع، حتى نكلموا على موضوع الماء راهو ثم شح في الماء ما ثمش ماء، الفلاح يقول لك قلت اي باش نخدم انا نخدم بالطبع بكل ما كلمات الابيكيه من ليزونغري هذوما معناها، ثم نخدم بالماء اذا ما ثمش ماء وخاصه معنا الميده المائيه نتاعنا ضعفت الحقيقه برشا. ماذا بينا نتوجهوا للفلاح، نتوجهوا للفلاحه، راهو قطاع استراتيجي ينجم ينقذ تونس، ينقذ اقتصاد تونس. بالطبع نحن عندنا شبابنا وعندنا التكنولوجيا وعندنا التوانسه تبارك الله قاعدين يعملوا حتى اختراعات، ولكن الفائده الفائده ان المواطن التونسي ما يذيعش في كرشه، ما يبداش اذا شبع في كرشه ما يدور بحتى شيء، راهو حتى نحن ما علاش انسان كي يلقى فضاء ويلقى فراغ مباشره يمشي شيء ربما يمشي به، اما كي يلقى روحه مرتاح عنده استقرار عائلي نتاعه وصغيراته قاعدين يقراوا، كي يمشي للسبيطار يلقى الدواء، كي يمشي مثلا للمدرسه يلقى ماكل عنايه وما يلقاش معناها الاضرابات اكل بعض المرات كذا عشوائيه، هذا الكل يخلي بلاش الولي يبدا مرتاح. نحن تو المشكل بين قوسين لو تسمع باش نقولها، موضوع معناها موضوع الاعداد تو علاش نقعد نحن نشكي وتو معناها بالنقابه الاساسيه نتاع التعليم الحجم علاش نحجموا في الاعداد؟ يا ودي القى حد اخر، انت عندك معناها عندك كان المواطن والمستهلك هو لي الذراع هو هنا لي الذراع مش معقول ما تمشيش للعنصر الضعيف، لان راهو المستهلك والمواطن هو راهو نجم نقول لك اقوى اقوى عنصر اقوى من كل شيء، لان كل شيء شكون نخدموا نحن الكل؟ نخدموا راهو المستهلك راهو. على خاطر كنا حتى انا قلت قبيله بشويه راهو حتى المسؤول في حد ذاته هو مستهلك، هو مواطن يعني صحيح عنده صفه المسؤوليه لكن في حد ذاته يعتبر مواطن وكونسوماتور. هذه الكل معناها نفكروا فيه، لان هي بكل حلقه الكل اذا انسان يجوع راهو غير يجوع، ماذا بينا يكون عندنا استراتيجيه واضحه خاصه في ميدان ديما معناها ناكد على الميدان الفلاحي، راهو ميدان هام 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 جدا معناها باش معناها على الاقل تونس تنق شويه، ثم بالطبع ثم صعوبات وثم ازمه هي الحقيقه ازمه عالميه الحرب اوكرانيا وروسيا وبرشا مشاكل، لكن ديما تونس راي ربي سبحانه اعطى جنه تونس عندنا، اعطاها كل شيء، اعطاها الماء، اعطاها السمج، اعطاها الجبل، اعطاها كل معناها اللي رب النعمه اعطاها، ولكن زاده ماذا بينا المسؤولين نتاعنا في بلادنا يستغلوا الشيء هذاك ويستثمروه ويخلوه معناها الفائده
الاقتصاد نتاعنا كي يقولوا الفائده الاقتصاد معناها في المستهلك التونسي، التونسي يعيش في تونس مرتاح، علاش يجبر التونسي باش يحرق؟ علاش التونسي يجبر باش يخرج؟ برشا لو حتى معناها خاصه الكوادر نتاع من طب مهندسين بداوا يغادروا راهم بداوا يهاجروا ضعفنا شويه معناها الكل معناها الجامعه التونسيه قاعده تخرج في اطارات قويه برشا فهمتني، ولكن ما تلقاهمش علاش؟ يمكن ربما ثم اجورهم على حسب الظروف اللي قاعدين نعيشوا فيها وتلقاها معناها الدول لك الاجنبيه معناها تاخذهم معناها بلقمه سائغه ما 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 ما, ما تعبتش عليهم بالكل وتلقى اطارات من نوع هذا تقوي لها في اقتصادها وتقوي لها في العلوم نتاعها والكل، لان تونس لابد زاد هذوما الاطارات تخرج بالمئات وبالالاف في العام برمج لهم زاد ما يقعدوش معناها ناس معناها حاملين شهادات عليا قاعدين ما يخدموش الكل، لان هذا موضوع البطاله زاد ربما نعملوا له حصه ونجموا نتكلموا عليه احنا كمنظمه، لان احنا كمنظمه دفاع المشترك ناخذوا من مكتب التشغيل اطارات حاملين شهادات العليا معناها بكالوري اربع او بكالوري تاخذ خمس سنوات عامله الماستر وتجي تاخذ 200 دينار وتروح معناها مش مستقبل تقعد هي بماذا بها معناها تلقى تغش تلقى باش يمرها قرات 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 قراها بوها قرا امها وتوا تحتاج لبوها والامها باش يعطوها في المصروف نتاعها. فوالا هنا تدخل في النفسيه في اطار مواجهه الجشع، هما وزاره التجاره وزيره التجاره وتنميه الصادرات كلثوم برجب قالت في الاطار هذايا اللي هما قاعدين كوزاره الحقيقه سي حسين يعملوا على ايجاد الحلول باش ينفلتوا منها الحاجات اللي عرفتوا ارتفاع الاسعار خاصه بعض المنتجات الفلاحيه اللي ديما احنا قاعدين نرجعوا لنفس النقطة اللي قديش أهمية الفلاحة في تونس وأهمية النهوض باقتصاد بلدنا اللي تكون مرتبطة بالفلاحة، اللي قالت في الإطار هذايا لازم يراعيوا مصالح كل الأطراف المدخلة في عملية الإنتاج، يعالجوا الإشكاليات اللي تعوق تزويد الأسواق بالكميات الكافية خاصة من الخضر والغلال مع دراسة الآليات الضرورية باش يتصدروا للمسالك الغير منظمة اللي هي مالوغوزمون اللي قلنا احنا الوسطاء هذوما اللي حكينا عليهم يشتوا عرض المنتجات والارتفاع نتاع أسعار بشكل غير طبيعي. استراتيجيات يتحدثوا عليها ينجم يتحدث عليها الفلاح، ينجم يتحدث عليها وزارة الإشراف وسلطة الإشراف، لكن إلى حد هذه اللحظة ما زلنا في تونس ما لقيناش الواقع التطبيقي، كل القوانين بقات حبر على ورق. وقت اللي نحكي وإحنا على غياب المواد الاستهلاكية هنية وقتها مش يساهم في الاحتكار بصفة آلية. بالطبع نحن توكي مثلا المواطن تو في ميكرو تروتوار تكلم قال لك اني في العشية تجيب برشا كاميونات وتجيب انها سلع وقاعدة تبيع فيها مباشرة للتجار هذوما من الوسطاء اللي ما عندهمش حتى معناها صبغة معناها قانونية باش يمارسوا التجارة هذيك، برشا برشا بطاطا طماطم معناها بصل اسمه تفاح كل شيء تلقاه من الاربعه نتاع العشيه خمسه العشيه يبداوا يدوروا في وعندهم بالطبع الحرفاء نتاعهم قاعدين ماذا بينا هذه حاجات راهي تمس من الاقتصاد بس انه نحن ماذا بينا سوق الجمله نتاعنا كلهم هذوما يمشوا لسوق الجمله علاش؟ معناها سوق الجمله تو نتاع القروان يتعدى عليه مره الكرام راهو يمشوا للساحل يمشوا للمقيم يمشوا برشا بلايص علاش؟ خاطر الامور منظمه وعندهم معناها حراسه ومعناها الانسان كي يحط السلعه نتاعه ويطمئن عليها نعاود على سوق الجمله تاع القروان يا ولدي نظموه يا ولدي رجعوه سوق بالحق اللي معناها انسان معناها التاجر الفلاح معناها يولي عنده ثقه فيه لانه الحقيقه معناها التجار الكل يقول لك الفلاح يقول لك اخويا ما عادش نمشي لسوق القروان يا اخويا نمشي لسوق السوق علاش؟ لان كي يحط السلعه نتاعه يلقاها ناقصه ثم برشا معناها سرقات ثم برشا اشياء وما ثماش رقابه صحيحه اللي تخلي باش معناها الفلاح يقبل السوق باش البلديه تدخل فلوس لان البلديه شنو هي مؤسسه محليه وعندها ميزانيه ماذا بينا السوق هذاك تنظمه او تعطيه معناها لشركه من الشركات اللي هي تنجم تخدم الخدمه هذيك باش معناها تنحى ثم زاد كيف كيف فيما يخص معناها المور الجيم البر نحن ما عندنا بالطبع نحن عندنا الحرس نتاعنا تبارك الله عندنا عوان الديوانه والكل ماذا بينا يحرصوا على شيء باش كيلقاو معناها سلع اللي تجي المهربه ولا مهربه في وسط تونس محليه داخليه فوالا من داخليه يشدوهم هذوما ويسالوهم علاش وفي الماشين واعطيني انت المصدر نتاع البضاعه هذاك مين موجود مين جبته جوستومون عند الفلاح شريته وجبته من برا هذه راهي حاجات تخدم الاقتصاد نتاعنا وتوفر البضاعه نتاعنا ما تقولش ولي عندنا معناها نذره نتاع بضاعه تلقى البطاطا مكدسه في اماكن مخبيه او رغم ان المجهود ما نقولش احنا ماذا بينا ما نخبيوش ما نقلوش من المجهود فما مجهود الحقيقه نتاع معناها الاسلاك الرقابيه قاعده تعمل في المداهمات في المخازن اللي هي فيها شك وتلقى تخرج في برشا حاجات اللي هي الحقيقه تري ان
ثم برشا ناس محتكرين وقاعدين نجي نقول مصاص ديما الحقيقه تاع تونس. جوستومون هذا هو الاحتكار اللي نحكيو عليه، وخاصه التصدي للمحتكرين هذوما. اما لازم ديما الاخذ بعين الاعتبار، ممكن سي حسين المخزون الاحتياطي اللي نقولوا هو كلها المسؤوليات مشتركه، كلكو سوا المواطن اللي عنده الاستهلاكيه بطريقه مهوله، خاصه مع قدوم شهر رمضان وهذه تولي نحكيو فيه بعد بشويه، خاصه نحاولوا نعطيهم النصائح هذوما، على خاطر قلنا شهر رمضان استهلاكي بامتياز، وقت اللي نشوفوا الارتفاع في الاستهلاك النسب الحقيقه، وبعد حتى بعد شويه نعطيو النسب هذوما ارتفاع جنوني، يعني المسؤوليات مشتركه بين المواطن بين سلطات الاشراف بين الحكومه اللي من المفروض تعمل استراتيجيات، والمواطن شو يقول لك؟ خلي انت وفر الانتاج وانا حر مالي نشري، والا نخلي ما خلي ديما السوق يعني ممتلئه بمختلف المواد الاستهلاكيه. مرحبا بتليفوناتكم 70 035 120 77 288 307، مازلنا مواصلين معكم المشوار. موضوعنا لليوم قفة المواطن التونسي في شهر رمضان.